الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بدراج بوسكوفيتش، ده وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وتم بحث سبل التعاون الثنائي العسكري ما بين مصر والجبل الأسود. تم استعراض عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء أن مصر حققت نجاحات في التعامل مع الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أرضها. طبعا هنا على أرضنا مواطنين الحقيقة، وبيحظوا بكافة الخدمات زيهم زي المصريين بالضبط، وده بالتوازي مع الجهود المصرية لدفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي. من جانبه وزير دفاع الجبل الأسود أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، خصوصا في ظل الدور المحوري اللي بتلعبه مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي منطقة البحر المتوسط.